بتكملة للفيديو اللي فات، صفر في الصفر صفر، صفر في اثنين صفر، يعني عملية الزائد نقطة، واحد في صفر صفر، واحد في اثنان اثنان، أحد تحت الأحد، عشرات تحت العشرات، مئات تحت المئات، صفر صفر صفر، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد اثنان اثنان، لا شيء نحسبها صفر. العملية الثانية، 17 في 23. اللي ما يعرفش يقراوا الأرقام بالمناسبة الأعداد، 17 23 نقراهم من الأحد ونروح هك من اليمين اليسار. 3 في 7 21، اكتب الواحد احسب الاثنين. 3 في 1 3 و 2 5 نقطة، زائد 2 في 7 14، هاي لك واحد تاني. 2 في 1 2 و 1 7 3 عفوا تساوي 1 زائد 1 1، 5 زائد 4 9، 0 زائد 3 3. نروح العملية الثالثة، 55 في 14، 4 في 5 20، اكتب الصفر احتفظ بالاثنين، هاي لك اللي ما يعرفش، 5 في 4 تساوي 20، هذا نكتبه وهذا احتفاظ في الرقم الموالية في هذا، كسبنا 2 صح. 4 في 5 20 والاثنان 22 زائد والنقطة، 1 في 5 5 هاي عشرات تحت العشرات، 1 في 5 5 الواحد في أي رقم نكتب الرقم، 0 زائد 0 0، 2 زائد 5 7، 2 زائد 5 7، 707. ديروا عملية واحدة أخرى، ديروا مثلا 62 في 13 تساوي 3 في 2 6، 3 في 6 18 زائد نقطة تحت بعضهم بعض، 1 في 2 2، 1 في 6 6 تساوي 6 زائد نقطة اللي هي 0 6، 8 زائد 2 10، اكتب الصفر اكتب بالواحدة هنا فوق الواحد، 1 زائد 6 7 والواحد 8 806. زيدوا عملية واحدة أخرى، ديروا 77 في 16 تساوي 6 في 7 42، 2 احتفظ بالأربعة هاي، 6 في 7 42 والأربعة 46 زائد نقطة، 1 في 7 7، 1 في 7 7 تساوي 2 زائد 0 2، 6 زائد 7 13، نكتب 3 نحط بالواحد، 7 زائد 4 زائد 7 ولا 7 زائد 4، 4 زائد 7 11 والواحد 12. كيفاش نقراو الرقم؟ نقراوه منا، 1232 هذا هو، هذا هو كان الفيديو نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، كان الفيديو كافي وافي باش يرجع لكم بعض الاحتفاظ بعض عملية النقطة.